وبغيت نسولك. الانسان منك كيكون قدام البحر ما كيتسولش. واتلاش عليك هاد الهضره، ورات انا كنبغي نشم ريحه البحر. حيت ملي كتشم ريحه البحر كتفكر الحباب والصحاب. الا يا وا اش من حباب ولا، وكنبغي نشوي ديك سميتها لا الين. تسكت تاكت شويه اش طار لك؟ واش عباد الله عندنا جوج ديال البحوره وما كطيرش لك تاعها وما في حقك؟ اما الحوت واش واه وقلاوه النزاره. عندي جوج بحوره ما فراسيش وزيد قدامي الناس كتخرج لي بحوريه انا خرج لي توريه. ايه ماشي انتوما اللي اخترتوا لي، انا اللي اخترتكم. وبارك من الهبال دخل السوق بلا مال، سكيم البير بلا حبال. وبارك من الهبال دخل السوق بلا مال، سكيم البير بلا حبال. مالهم يكمش قراب فرمشا يولي ذهب، يوم يعيشوا بلا حساب ويقولوا كاتنهب، ويقولوا لي كاتنهب. همتكم 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 وبلادها ما تصالح رالي كاتهم وكاطيور الغاب عفو. وخذ من زن وبحكم زنوبة. ها هي ناضت. شتي شتي شريف اش دار فينا؟ راه قريت المقال وداكشي علاش انا نجي. غندعيه غنوقفو غنخليه يندم في النهار اللي فكر يكون فيه صحفي. ويلي صالح باغي تجبد علينا النحل. وانا اكبر حوات يطيح عليا الدل ويرجعني قزام. شوف غادا تعيط لي في التليفون، ها هي النمره ديالو، وغادي دير معاه ان رونديفو هنا في الدار وديك الساعه تفاهم. الله الله الله، واخذ انا ويا الخواتات عليا بعلي اليمين ودخلت نحرش عليه السلايق ياكلوه، والله الا بقات فيه. زين وا صالح راك كلشي كيتحل. باش غيتحل؟ باش بالريش. فهمتك فهمتك، غيتعشى عندنا الليله. راه انا راجل كندوي معاك، راه انا اللي خايف عليك كثر منك. علاش انا جيتك للدار؟ علاش جيتك للدار؟ باش حتى حد ما يشوفنا. هذا كيسميو جدودنا الدق وسكات، او بعباره اخرى الدق البلدي. ودابا خرج برونتك. هي كتعرض عليا الرشوه. ما كتسماش الرشوه هذيك، كتسمى الحلاوه اسي مراد، كتسمى عند النصارى بوربوار. وشنو هي البوربوار؟ سبرديلات جداد عاد جابوهم، وتشرب شي حاجه يعني شي تفيتيفه. الا كانت بحالك انا قابل. ودخلناك بالله، واش ديك الخلصه النايحه اللي كتعطيك الجريده تقدك؟ والله الا دوزت لك كنزه الاولى من الشهر. عندك الحق، كل كيقلب على مصلحته. شحال كطلب؟ واعطيني داكشي اللي بغيت. فوق منه بالدوبل. ونزيدك قضيه اخرى، انا رجل اعمال كبير كبير والله، مستعد نشري من عندكم لي باج كلهم ونحط فيهم الاشهارات ديال الشركات ديالي انا ولا الزنوبه. اي 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 وما كاينش صحابك يا كريم بحالك. مازال تقرب ليا، تقرب ليا بزاف وتشوف داكشي اللي ناوي ليك انا ما نويتوش لشي مخلوق اخر. وخذ من زنو بحكمه مني يكبر ويتسبع. والله ما كرهت نسافر ونطفي هاد التليفون اللي كندوي معاك فيه. وقتلني قتلني وغنتسطى بزاف بزاف. اخويا الدنيا بحر، الدنيا بحر. اسمح لي. لا شوف شوف ما كذبتيش، هذه فرصه فين تعرف فيها على السيده ديالك وتنت تعرف على لالا الزنوبه. أيه نسافروا نسافروا. يلا يلا سلم لي يا شريفه، سلم لها بزاف بزاف وبوس دراري، بوسهم بوسهم. صالح مع مين كنتي كتهضر؟ مع حسان في كيكي. عيا مل، قال لك يلا نسافروا شويه، بابا يسافر هو ومرته تي وراجلك تي وانا. ياك ولي زيدي غادي نسافروا، الخدمه والصايد وهادشي كامل، وزيد وزيد. ونسي البحر ونسي صيادو، الواحد هو اللي تسارى ويتعرف على مدون بلادو. واسمح لي واش حنا نبقاو ما تفورماطاوش؟ ولات عندي جلاله في عيني. صالح انت راه عارف الحوت كامل ذهب.
أيه ولكن انت خصك تعرفي ان المسؤولين على الصيد كيعطيو واحد الراحه بيولوجيه تاع 3 شهور. غتقولي لي علاش؟ غنقول لك كي خاص الحوت يرتاح من البشر، خاصو يبيض، خاصو يفقص، خاصو يخرج حويتات اخرين صغيرات. علاه ملي غنشدو الحوت انا وياك ناكلو كله نرجعو للشوك؟ ايوا سيدي انا ما صيدناش دابا، راه غادي تصيدو من بعد. وصالح وصويلح ديالي، واش انت ما بغيت غنعرف واش انت علاش ما تيقش بالقدرات ديال زنوبتك؟ يا لالا زنوبه، يا لالا زنوبه، انا الطراب تاع رجلك، ولكن راه خصنا نتبعوا القانون ديال الوزاره ديال الصيد البحري. اسيدي غادي نمشي ونصيدو، والشي الاخر راه عطيو حقه. مالك دابا انت شنو خاصك؟ غتقولي لي عاوتاني اتصل بك شي حد وقال لك حقه والواد سيري صيدي مقابل الكامله ياك. ايوا لالا بهاد المناسبه كنزف لك واحد الخبر. الو الفيكيكي جانيغ لو فواياج، داكشي ما تلامنوش؟ علاش؟ باش لالا زنوبة تعيش وانا وياها نربي والريش. حوت نزل من الباطو وطلع للفريغو، رانا مصيفطو ليك الجاز غراس تلقى ليه تماك. معلوم صيفطت لك الانشوبه وخبطوط وشويه ديال الكريبيط. لا 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 الصمطه، لا الصمطه محليه ما ساخينش بها الله بنينا. يلا حول لي الفلوس الكونت ديالي الله يرضيك با عروب، قول سعيد يخلصني هنا. ايوا يلا وخليك عندك كلمة. الله يعاونك. أشكون؟ أهلا 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 سي موران، أهلا مرحبا سيدي، لاباس عليك بخير مرحبا. إوا دابا شتي كيفاش نسجلنا أنا وياك، كنظن حكيتي الأخ الصحفي اللي معاك عليا. ها اليوم غتبان الحقيقة واليوم غتوضح الامور. بانت وشحال هذا، عرفتك انت راجل وما يمكن يجيو معك الا الرجاله، ياك ما كملتي الفلوس تبغيني نزيد شي حاجه. شوف السي الجسم الصحفي ما يمكنش يوسخو بحالك. اها صافي كلتي الغله وصبحتي كتسب في الملا شنو؟ قول لي يا زيدني، قول لي داكشي ما كدنيش، ما خدمتليش. هذا العميل السلطه سعيد. الناس تعرف الصحافه ديال المغرب هي السلطه الرابعه. كنت السابعة سانسور هذا، اسمح لي نتكلم معك الله يخليك ما كنعرفكش، وثانيا يمكن لك تعطيني شي نوع من التهم المنزوله. سام متهم بارك تهريب السمك. فهمتكم فهمتكم، راه واقيلا درنا لك الكاميرا خافيه ياك. هذاك سمسوك واطلق مني حصلوك.